للمزيد حول زيارة رئيس الحكومة الحالي في العراق للسعودية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاغو القرداغي. أستاذ شاغو، بداية مرحبا بك. يعني بحسب وسائل الإعلام وتصريحات الكاظمي، فإن زيارة الكاظمي للسعودية تفتح الأبواب أمام تعاون واسع، ولكن هناك سيطرة إيرانية يعني واضحة ولا تخفى على أي عين على مفاصل الأمور ومفاصل الدولة في العراق كله. يعني كيف تقرأ هذه الزيارة في ظل سيطرة إيرانية تامة على العراق؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة بداية الزيارة طبعا نحن ننظر إليها بأهمية، وخاصة أنها تأتي في ظل الانفتاح على باقي الدول المنطقة، وأن يكون ضمن كسر الاحتكار الموجود من قبل النفوذ الإيراني ومن قبل الميليشيات الإيرانية التي ترفض أي انفتاح على دول الجوار العربي والإقليمي وعلى أي انفتاح عالمي، وترفض هذه الخطوات. فهذه الخطوة كبداية، كخطوة أولية، خطوة يجب أن يعني يلحقها خطوات على أرض الواقع، ولا تكون فقط زيارة بروتوكولية ومجرد زيارة رسمية، بل يجب أن يكون هناك خطوات على أرض الواقع تساهم في فتح أو انفتاح العلاقات العراقية مع دول العالم ودول الجوار، والخروج عن التجربة أو النموذج الذي يراد منه الإيرانيون أو الميليشيات الموالية لإيران تطبيقه على أرض العراق، وهي جعله منعزلا ومقطوعا عن المحيط العربي والمحيط الإقليمي ومحتكرا من قبل الأدوات الإيرانية. ففي ضمن هذا المشروع الذي من المؤمل أن يتحقق، هذه الزيارة نعتبر أنها مهمة في هذا التوقيت، وخاصة إذا ترجمت إلى أفعال على أرض الواقع. أستاذ شاهو، هناك يعني اشترطت لهذه الزيارة لكي تكون فاعلة أن تكون هناك خطوات على الأرض، وأن لا تكون زيارة شكلية رسمية تمر مر الكرام. ولكن كيف تتوقع أن يكون رد فعل الميليشيات المدعومة من إيران؟ طبعا بمجرد السماع أو انتشار خبر هذه الزيارة في المرة الأولى التي حصلت، نحن رأينا ردة فعل طبيعية للميليشيات وعارضت هذه الزيارة. الآن بعد الانفتاح السعودي والاستقبال رئيس الوزراء الكاظمي، وأيضا الجهوزية أمام القيام باستثمارات داخل العراق، هنا يكون الكرة في الملعب بالحكومة العراقية. هل الحكومة العراقية تستطيع أن تترجم هذه الاتفاقيات على أرض الواقع أم لا تستطيع أن تواجه النفوذ الميليشياوي التي لا ترغب بهذه المشاريع؟ نحن رأينا في الفترات الماضية تهديدات مستمرة وأيضا ضرب لمصالح أجنبية داخل العراق. بلا شك هذه الميليشيات لن تسمح بترجمة هذه الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع وتمنع من تحققها، ولكن هل الحكومة العراقية تستطيع أن تواجه الميليشيات وتفرض سيادة القانون والدولة، أم أنها تبقى خاضعة ولا تستطيع أن تتحكم بهذه الفصائل والأذرع المسلحة للأحزاب المسيطرة في العراق؟ ماذا عن هناك دعم دولي لحكومة الكاظمي ممثلا بالدعم الأمريكي مثلا؟ هل تعتقد أن الكاظمي يستطيع أن يواجه الميليشيات فعلا، أو يترجم زيارته للسعودية والاتفاقيات التي أبرمها أو سيبرمها إلى مشروعات، ومن ثم التوجه إلى العراق إلى بغداد؟ هل تعتقد أن هذا الأمر وارد؟ هل يستطيع فعلا؟ بلا شك الدعم الخارجي أو الانفتاح الخارجي أو الأفكار الخارجية التي تأتي كلها تبقى مجرد أفكار إذا لم تترجم على أرض الواقع من قبل الحكومة العراقية. يعني الجهد الأكبر تقع على عاتق الحكومة العراقية. الطرف الأمريكي أو الطرف السعودي أو الدول الأخرى هي تنظر إلى ردة فعل أو تنظر إلى الخطوات التي تتبناها الحكومة العراقية بعد هذه الخطوات. يعني هي مرتين أكثر من مرة عرضت عن طرحها لمبادرات لمساعدة العراق للخروج من أزماتها، للخروج من الفوضى، للخروج من الانفلات الأمني الموجود، الفساد الموجود، ولكن إذا لم يكن هناك استجابة حقيقية من الدولة العراقية، وخاصة رأينا يعني قبل فترة قليلة قبل أيام الاستعراض العسكري لميليشيات ربع الله، ورأينا أن الحكومة كانت عاجزة عن السيطرة على هذه الميليشيات بحجة التجنب إشعال الفتنة والفوضى. إذا الحكومة
تجنبت مواجهة هذه الميليشيات بهذه الحجج فهي تبقى رهينة، يعني تبقى الدولة العراقية، الحكومة العراقية رهينة بيد هذه الميليشيات التي تستطيع أن تغير المعادلات. يعني تحليلكم أستاذ شاقوي لهذه الزيارة أنها ستكون شكلية وليست بذات جدوى، أي لا سوف لن تغير شيئا من مفاصل اللعبة في ظل الواقع الحالي. في ظل الواقع الحالي من المؤسف أنها سوف تكون كذلك، إلا إذا تغيرت بالكامل نظرة ومبادئ الحكومة العراقية وتغيرت نوعية ممارساتها وحاولت أن تفرض القانون وتفرض سيادة الدولة على جميع عوامل اللادولة. إذا حققت هذا الأمر فإن الزيارات الخارجية سوف تؤدي إلى نتائج إيجابية. إذا لم تقم بذلك واستمرت على سياساتها وخاصة يعني الخضوع للميليشيات فإنها لن تثمر أي شيء وتبقى زيارات بروتوكولية أو رسمية مجرد أخذ صور ولا يمكن التعويل عليها للمستقبل. شكرا جزيلا لك أستاذ شاغو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.